الاخر. حابب اشكر طبعا دير جيست مستر ماجد حسني، احساس حلو قوي الواحد يتكرم وبيتكرم مع اللعيبه دي. دايما الواحد كان بيتفرج زمان وعايز نفسه، يعني نفسه يبقى موجود في جائزه من الجوائز دي. الحمد لله ربنا بيكرمه انه بياخد احسن جول في مصر، ودي حاجه مش قليله. فطبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله من هنا لبكره. يعني مصطفى الحارس الكبير بتولد في ظروف صعبه، في ظروف كبيره، انت اتولدت حارس كبير وانت بتتسلم الجايزه، اكيد مر السيزون عليك بلحظاته الحلوه بلحظاته الصعبه. اعتقد يعني احكي لي وانت واقف هتستلم الجايزه، ايه اللي مر عليك في السيزون كله يا مصطفى؟ اللي مر عليا في السيزون طبعا حصل كده طبعا زي شريط للسيزون زي ما انت تقول، اللي حصل فيه خصوصا مع الهايلايتس اللي كانت معروضه، بس اداني حافز خلاني افكر ان انا عايز لقطتي بتاعت السنه الجايه تتعرض تاني عشان ابقى موجود هنا السنه الجايه كمان، ومش هنا بس، جايزه بتاعت افريقيا ترشح في اي جايزه. دايما طموحي الحمد لله كبير، وان شاء الله تكون دي بس بدايه والواحد يكمل على كده ان شاء الله واحسن كمان. مصطفى المشوار حياتك ما كانش مشوار فردي، مشوار جماعي. والدتك موجوده، الكابتن شوبير موجوده، موجود يعني خطيبتك موجوده، موجوده معانا. اعتقد انت بتوصل رساله مهمه جدا ان النجاح مش لي انا لوحدي. طبعا الرابط الاسري ده مهم جدا، وزود عليهم طبعا، مش زود عليهم، قبلهم كمان اخواتي قرايبي صحابي الناس قريبين مني، كل دول بيقدموا لك دعم دايما عشان يخلوك في احسن مكان ومش مستنيين اي مقابل. وبخصوص الثلاثه اللي انت ذكرتهم، امي انا بالنسبه لي انا مشروعها اصلا، هي اللي استثمرت فيا. طبعا ابويا ربنا يخليه لي، وخطيبتي وشها حلو عليا الحمد لله، ربنا كرمني اخر كرم الحمد لله، ما اقدرش اقول غير الحمد لله. والدتك او المدام مها عاشت معاك صفحات كتير، انا يعني شفت منها من وانت في الناشئين ماتشاتك، عاشت معاك كل اللحظات الصعبه واللحظات السعيده. انت قلت نقطه مهمه جدا، هي المشروع اللي كانت بتستثمر فيه. هو زي ما انا قلت لك، هو مشروع صحيان بدري لتحضير اكل الحاجات دي. طبعا مش هي بس، كل امهات ربنا يخلي امهات الجميع ويرحم اللي مش موجودين، بس هي فعلا دور الام مهم جدا جدا جدا. انا عايز اقول لها ربنا يخليكي ليا، ومش عارف اقول لها حاجه ثانيه، هي ربنا يخليكي ليا احلى حاجه تتقال. كابتن شوبير اتكرم في حاجات كتير، خد بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، لكن اللحظه اللي هو شاف ابنه واقف على المنصه بيتكرم، اعتقد اللحظه كانت باينه في عينيه، الفرحه في عينيه، فاعتقد فيها معاني كتير جدا. يوف يا رب افضل دايما مفرحه ومشرف، دي حاجه تخليني ابقى فخور بنفسي، فيا رب افضل دايما مفرحه ومفرحهم كلهم يا رب. مصطفى خدت جايزه احسن حارس مرمى في مصر، حلم كبير جدا، جايزه احسن حارس مرمى في افريقيا، احسن لاعب في افريقيا. مصطفى واحد من الاسماء المرشحه وبقوه لهذه الجائزه، اعتقد انت اكيد بتحلم باللحظه دي وان انت تكون موجود في حفل تكريم الاتحاد الافريقي. طبعا شرف لاي حد انه يبقى موجود، جائزه طبعا كبيره قيمتها كبيره، اساطير خدوها، فلو الواحد اسمه اتحط هناك ده خطوه مهمه جدا، وان شاء الله رب اللي في الخير يقدمه ربنا، والواحد دي نصيب فيها ان شاء الله يبقى موجود هناك، حتى لو مش موجود هناك اللي في الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. مصطفى اخيرا عايز تقول ايه الرساله اللي تقولها للجمهور النادي الاهلي؟ الجمهور بيحبك، وانا قلت لك قبل كده مش سهل انك تاخد حب جمهور النادي الاهلي. المسؤوليه الجائزه دي بتشيل لك مسؤوليه، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه يا مصطفى؟ انا بشكر جمهور النادي الاهلي، هو برضو عايز اشكر زمايلي، الجائزه دي من غيرها ما كانتش هتحقق، من اول الحراس، مدرب الحراس، بمدرب الفرقه، بزمايلي في الفرقه، احنا كلنا منظومه بنساعد، وسامي يبقى هداف، حسين احسن لعيب، وامام احسن لعيب، ايا كان هو مين، احنا كلنا بنكمل بعض مش اكتر. بخصوص الجمهور طبعا حابب اشكره واقول لهم دايما انتوا الدعم الاول لينا، ودايما عايزينكم موجودين معانا في كل الماتشات. منظر في ماتش العين كان تحفه تحفه تحفه، الواحد نفسه يبقى موجود في الملعب، الواحد في ناس كان نفسها تبقى موجوده في المدرج عشان تحضر الاجواء دي، وفعلا كل اللي خرج من الماتش مبسوط، والحمد لله الحضور الجماهيري بقى كويس، ونتمنى ان شاء الله ماتشات الدوري كمان تبقى كده، وكل الماتشات تبقى كده، مش الماتشات بس اللي بنسميها مهمه، احنا كل الماتشات عندنا مهمه، فنتمنى ان شاء الله الجمهور دايما يبقى موجود، واحنا بنبقى مبسوطين فعلا هم موجودين، وهم بيدونا فعلا اضافه، يعني مش كلام بس. الاهلي توج بطل لافريقيا بهدف واحد سكن مرماه، كان ليك الدور الاكبر في مشوار النادي الاهلي في افريقيا السيزون اللي فات، اعتقد دي مسؤوليه للبطوله اللي جايه. زي ما قلت لك ان شاء الله دي بس تكون مجرد بدايه، وده احنا بنكمل بعض، قبل طبعا كابتن شناوي وفي حمزه وفي مخلوف ومدرب الاجوان بتاعنا ميشيل، ومنظومه كلها مش دفاعيه بس، احنا اول واحد قدام هو بيدافع لنا، فحابب اشكرهم كلهم، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله نكمل على كده. وزي ما قلت لك انا ربنا كرم الدنيا احساس ان دي ان شاء الله بدايه، بس اللي جاي كله ان شاء الله هيبقى احسن وخير ان شاء الله.